مساء الخير، معكم منير عجم. نسجل هالفيديو من بحر قزوين على تركمستان. صار لي اسبوع تقريبا هون عم نعمل دوره تدريبيه لمجموعه من البروجكت انجينيرز بيشتغلوا بقطاع النفط والغاز. خلال هالكورس سجلنا فيديو قبل وعم سجل هلا، وممكن اسا سجل قبل ما اترك المنطقه. بس اليوم عم نركز على موضوع النولج versus competency، يعني المعرفة مقابل الكفاءة. دائما كثير احيان بدورات بعدي دورات بنسأل السؤال، شو الفرق بين النولج اما المعرفة والكفاءة؟ بالطبع المعرفة هي انه انا عندي علم بعرف، بسكر مفترض انا مثلا موضوع تنقول تقدير كلفة المشروع، اما جدول زمان المشروع schedules، ممكن يكون انا عندي معرفة بعرف مثلا شو هو الفلوت ولا الفري فلوت ولا التوتال فلوت على المشروع، بعرف شو هني، بعرف اشرحهم، يمكن حافظ الديفينيشن. بس السؤال هذا بيكون عندك نوليدج، سؤال هل قادر انا اطبقهم على ريل بروجكت؟ خلال اذا عم اشتغل على مشروع هل بعرف كيف ميز بين الفري فلوت والفلوت وكيف فيني استخدمهم على المشروع؟ هذا هو السؤال اللي لازم المطلوب منا نحن نحدده ونقدر نميز. سو كيف فينا نحن نطور البروجكت ديفلوبمنت لنقدر نطور الموارد البشريه، الكوادر البشريه، المهندسين، الاداريين، اداره فريق المشروع، كيف فينا نطور لهم كفاءتهم؟ الكومبتنسي قبل ما نحكي فيها بالتطوير نركز على الكومبتنسي. الكومبتنسي هي كفاءه انه الانسان قادر يبرهن لنا انه كفو، انه عنده الكفاءه، عنده القدره مثلا انه يشتغل الكان مثل ما قلنا الكان تقدير كلفي ويحط لك ولا يحط خطه للجوده ولا شو ما يكون، قادر وقادر يثبت لنا انه بيعرف المعلومه وبيعرف يطبقها على مشروع حقيقي بنواقع الحياه والعمل. هون كيف فينا نطور كفاءات؟ هون من الضروري جدا انه بدنا نطور كفاءات الموارد البشريه على المشروع، نحن بحاجه نقدم لهم دورات تدريبيه تعطيهم المعرفة مع تمارين يمكن خلال هالدورات. غير هيك أكيد نحن بحاجة كمان نعطيهم الفرصة أنه يطبقوا هالمعلومات هيدي، يشتغلوا على مشاريع. يعني مثلا إذا أنا بدي يكون الإنسان يكون كفوء بتقدير كلفة مشروع، ممكن يكون أنا نقدر نعمل لهم فيه، ممكن نستخدم مثل سكورينج سيستم أنه حسب إديش خبرته قادرين نعطيه. مثلا إذا عنده خبرة، عنده علم بالموضوع awareness، يعني ممكن نعطيه نقطة. إذا عنده معرفة قادر يشرح يمكن 2، قادر يطبق ممكن 3، عنده خبرة قادر يعمل كلفة لمشروع معقد 4، خبير وقادر يمكن يدرس المعلومة 5. بغض النظر هالنقاط ممكن تستخدم تنستخدمها كتول كمساعدة لنا تنقدر نحدد نحن كيف فينا نركز على كفاءة الشخص. هون بطبع لكل وظيفة محددة وكل نوع شغل نحن لازم نحدد شو كل الوظائف والأمور الشخص لازم يعرفها ونحددها. يمكن يكون في عندنا مثل الـ IPMA ICB Competence Baseline Individual Competence Baseline بيحدد 29 element للcompetency للproject manager مثلا. سو ممكن نحن نستخدم هودي ونقعد نحن نشوف كيف نشتغل مع تنقول مع عضو إدارة المشاريع عن نحدد شو هو المطلوب. كمان نفس الشيء هون ممكن نركز على الشغلات التانية مثل مثلا البروسيسز تبع البومبا جايد ولا لايف سايكلز من مثل سكات كامب عند البروجكت لايف سايكل حياة المشروع ولا أي شيء تاني حسب نوع الشغل. يعني طبعا إذا الشخص عم يشتغل بالأويل اند غاز ممكن يكون نطلب منه شغلات غير اللي بيشتغل تنقول بالماركتينج. بس مثل ما قلنا شروط الكومبتنسي ديفلوبمنت، شروط تطور كفاءة الكوادر، هي نحن نركز على دمج، ما فينا نركز على شغلة واحدة، لازم ندمج تدريب خلال صفوف مع تمارين مع العمل من داخل الشركة والمؤسسة على مشاريع حقيقية. ممكن تتاخذ كومبتنسي element one at a time وقعد نركز نحن انه هالشخص يقعد ينعطى الفرصة تيطبق هالمعرفة اللي اخذها. وبالطبع هالشيء ممكن يكون تحت اشراف مرشد اما مدير اما شخص اكثر خبره، ممكن يكون
كمساعد ولا كدليل لهالامور هيك، لا هل حسب الكفاءه وحسب المطلوب. وهون احنا قادرين نبلش ندرب الفريق العمل تبعنا بالشركه بالمشاريعنا، نقدر ندربهم تيصير عندهم القدره والخبره على تطور معرفتكم. وهالشيء بطبع اكيد اهم بكثير من موضوع سيرتيفيكيشن لتعطي امتحان ملتيبل تشويس كويشن ونجاح 60% على هون. ضروره نحن التطبيق. شكرا. تاثر ساعه تقريبا، الحراره صفر، بقى فينا لكم تصبحوا على خير. صار وقت العشاء ونحن هون بمخيم، اذا ما بروح على العشاء هلا بتروح علينا، بقى البطن عم بينادي. تصبحوا على خير.